السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. أساس برنامج أرض السواد هو المياه اللي بها أهمية كبرى اليوم للزراعة، للثروة الحيوانية، للأمور الصناعية، للحياة اليوم البشرية عامة. تعرفون السنوات السابقة وأيضا هذه السنة احنا نعاني من أزمات كبيرة بموضوع شح المياه، قلة وارداتنا من المياه من دول المنبع، وللأسف يعني تحركات الحكومية الدبلوماسية بهذا الموضوع ما نجحت إلى الآن. صح عندنا مشاكل داخلية، عندنا إخفاقات بموضوع التوجه اليوم إلى الري الحديث مثلا، زراعة بالتنقيط أو بالرش وغيرها، بعدنا ما وصلنا إلى مرحلة متطورة بهذا الموضوع، بعدنا معتمدين على سقي السيحي وغيره من هذه الأمور اللي بيها هدر كبير جدا اليوم للمياه. حقيقة ظهرت فكرة بالسنوات الماضية، هي موجودة سابقا ولكن السنوات هاي الماضية القليلة هذه الفكرة انطرحت بشكل كبير بشكل واسع، هو استخدام المياه الجوفية. الرأي يعني مثلا يوم من الأيام استضافينا مجموعة من مربي الثروة السمكية، قالوا يا بذات السدون بحيراتنا خلنا نربي على المياه الجوفية. بعض الفلاحين أيضا طالبوا بحفر آبار لموضوعة المياه الجوفية واستخدامها للزراعة. الرد الحكومي أو رد وزارة الموارد المائية أنه هذه المياه هي خزين استراتيجي للأجيال القادمة. إحنا وأكو رأي آخر أيضا يقول لك إحنا في طوارئ، في أزمة، خزين استراتيجي من المياه ضعيف جدا، ليش ما نتجه اليوم مؤقتا إلى موضوعة المياه الجوفية؟ اليوم راح نعرف كثير من هذه الأمور، جودة المياه، كميات المياه الجوفية وغيرها، أماكن تواجدها بالعراق، إيش قد خزين استراتيجي؟ لأن حقيقة ظهرت أرقام مو رسمية تكلم عن خزين عملاق. أكيد راح نناقش كل هذا الموضوع أمير جواد كاظم المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية. أهلا وسهلا. شكرا لحسن ضيافتكم. ربي يخليك. وممنون منكم لهذه الاستضافة. الله يخليك. حقيقة يعني هو ما يخفى على الكل مقدمتك كانت بديعة، أنه السنوات الأخيرة الأربع سنوات الأخيرة هي سنوات شحيحة، تغيرات مناخية ما طالت بس العراق، طالت كل دول العالم تقريبا. صحيح. من ضمنها حتى لا نسمع دول أوروبا غيرها. حقيقة الرأي السائد أنه مياه الجوفية وعدم الاعتماد عليها، يعني حقيقة الناس ما عندها معلومات كافية. نعم. احنا هي عريقة نشتغل من عام 1937 لحد الآن. صحيح. تبعت لهواي مؤسسات، آخرها هي وزارة الموارد المائية. العراق حقيقة يعني حاليا الآبار المحفورة به هو رقم هائل، 101 ألف بئر وعابرين على 102 ألف بئر. 80 ألف بئر منها هي آبار زراعية بحتة، يعني لأغراض الزراعة وخصوصا في مناطق الصحراء الغربية. يعني وصلت المساحات المزروعة هسه إن شاء الله يجي للكلام. نعم. وصلت لأرقام كلش هائلة. البقية الآبار المحفورة هي آبار نفع عام. تعرف إحنا الهيئة العامة للمياه الجوفية تحفر نوعين من الآبار، هي آبار للقطاع العام اللي محفورة لأغراض الخدمة الاستخدامات المنزلية، سواء كانت يعني في بعض شرب المواشي أو التشجير أو غيرها. طبعا بشكل عام المياه الجوفية بالعراق ما صالحة للاستخدام البشري، يعني بشكل مباشر شرب، لانه نعم. املاح عاليه، يعني اقل نسبه املاح يمكن توصل 1200 1500 في بعض المناطق، قليله جدا يمكن بالشمال توصل 500 او 700 جزء بالمليون، بس مع ذلك هم لازم تتعالج لان بها عسره، ما نقدر نقول صالحه للاستخدام البشري. المساحات المزروعه على المياه الجوفيه حاليا واخر رقم وصلنا له، طبعا احنا عندنا ارقام تجينا من وزاره الزراعه وارقام نعم. نعتمد بها على الصور الفضائيه. الأرقام اللي وصلتنا من وزارة الزراعة هو 3.5 مليون دونم فعلي مزروع المياه الجوفية. الأرقام هذه الخطة الزراعية الأخيرة، الخطة الزراعية اللي نعم. وصلتنا اللي طلعناها من الصور الفضائية وصلت عبرة 4 مليون دونم. فطبعا بالمناسبة في السنوات الأخيرة صحيح يعني صار الشحف، حتى المناطق الديمية اللي كانت تعتمد على الأمطار وخصوصا في مناطق الموصل يعني كركوك. صلاح الدين كركوك كانت تعتمد هاي على الأمطار بشكل تام، حاليا صارت زراعة تكميلية، يعني هو من تتأخر عند الأمطار الفلاح يضطر يحط له بئر أو بئرين حتى يسقي الأرض مالته، وبنهاية الموسم هم يحتاج رية فطام فيضطر هم يسقي المزروعات مالته من الأمطار، العفو من المياه الجوفية. فلذلك وصلت عندنا المساحات المزروعة فعليا
4,800,000 دونم. هاي مزروعة فعلا على الآبار. انتم راضين على هذا الرقم لان تشوفون كميات عالي كلش عالي، بس يعني وزارة الموارد المائية والهيئة العامة للمياه بين المطرقة والسندان، بين ان ترضي الفلاح والمزارع اللي هو قوته على المياه. صحيح. وبين انه الضغط انه المياه الجوفية والخزين الاستراتيجي، بس دا نحاول يكون يعني هسه حاليا عدينا خطط، وهي خطط موجوده مسبقه بس بدينا ننفذها بشكل واقعي، انه يصير الاستثمار على استثمار العفو على مراحل. بالضبط. يعني انا في مثلا 22 او 23 يعني ان شاء الله السنوات الجايه يعني تكون مطيره وما نحتاج ماكو نحتاجها. نعم. لانه الصحراء الغربيه اطلاقا من الازل ولحد الان تعتمد على المياه الجوفيه، بس ان شاء الله ما نحتاجها يعني نضغط على المياه الجوفيه. فحاليا صارت الاستثمار كانه نطلق 20% في بعض المحافظات او 30% في بعض المحافظات، طبعا بالاضافه للمزروع الفعلي. نعم. يعني هو المزروع الفعلي باقي، الفلاح اللي عنده قاعد اراضي موجوده مزروع. نعم. بس نزيد النسبه يعني من خلال الحصص المائيه، يعني مثلا يجي عنده فد 1000 دونم نقول له استثمر حاليا 15 الى 20% او 500 دونم على انه تتحسن الاحوال فيما بعد. نعم. ونطلق لك البقيه. نعم. إن آلية ان اليوم الفلاح لما يطلب بئر، يعني اكو فلاحين للاسف يعني ما ياخذ الموافقات، هو يعني هذا مخالف للقانون طبعا. العقوبات طبعا هي اكو تعليمات حفر الابار النافذه العام 2011 وتحدثت يعني حدثناها 2015. عقوبات يعني هي تقريبا ماليه، انه يغرم غرامه بسيطه يلغى في بعض الاحيان توصل الى ردم البئر. نعم. وفي بعض الاحيان لا، يعني معالي الوزير بالفتره الاخيره اطلق نصح لتكييف الابار نتيجة الظروف الشحة ومي ماكو كذا، فأطلقنا يمكن 3 أو 4 مبادرات تكييف الآبار، إنه الفلاح يجي أنا عندي بئر، طبعا العقد الزراعي هو باسمه. نعم. يعني القاع مالته رسميا وعنده حصة مائية ما أخذ بها موافقة، فأطلقنا تكييف الآبار. تكييف الآبار يجي يدفع غرامة وصلت إلى 300,000 دينار. يعني هو كشف 50,000 و250 ينطيها بدل الحفر مالته، على أن يستخدم طرق الري الحديثة. بالضبط. يعني إذا ما مستخدم طرق ري حديثة ما ممكن تكييف البئر مالته، لانه احنا حاليا ما ممكن نبقى بهالاسلوب هذا السيحي. يعني في بعض المحافظات هسه احنا جربناها في محافظات كربلاء، محافظات صلاح الدين، الانبار، تقريبا غادروا الري السيحي عن مياه الجوفيه، تقريبا غادروا، يعني جوز 10% 5% ما يستخدم. نعم. ما يستخدمون المظاهر. هاي مو فقط زراعه استراتيجيه، حتى الزراعه العاديه وغيرها. كل الزراعات. نعم. بس هي بشكل عام يعني تدري جنابك انه المحاصيل الاستراتيجيه كالحنطه وشيء صارت رد يعني ريع مالتها اكثر. صحيح. العالم تعتمد. إيه. في بعض المناطق مثلا البصره هم من البدايه اصلا يعني ما تفيدهم يسقون ري سيحي، هو من البدايه اصلا معتمد على التنقيط. عندنا المناطق خاصه بالزبير اللي طماطم ومحاصيل. نعم. عندنا المناطق اللي حاليا اللي صار بها هبوط هواي يعني حقيقه بمناسيب المياه الجوفيه، عندنا السماوه لانه لحد حقيقه ما وصلوا الى 10 و20% استخدام مرشات كلها على الري السيحي للاسف. وبالتالي يعني شوف شددنا احنا اجراءاتنا صارت قويه بالسماوه، لانه السماوه هي مناطق تغذيه المكامن الجوفيه. اها. هي مناطق يعني هي المصدر هناك، فانت بالتالي من تستهلك المي كلها هنا المكمن هو مكمن مستمر من السماوه لحد كربلاء نجف، واحنا مكامن رئيسيه عندنا يعني جنابك ما ارتبط بتفاصيل فنيه. أكيد. صعبه. نعم. فهذا المكمن فيه من مناطق التغذيه يصير سحب جار على المياه الجوفيه. زين. مناطق الجو صايخ يعني اللي اسفل المكمن. نعم. ذولا يتأثرون. يعني يتأثرون أكيد. هبوط واسع. نعم. في بعض المناطق. أكيد دكتور راح نكمل على هذه المواضيع. طبعاً حبيت المشاهدين عندنا فيديو بمعلومات كثيرة وكبيرة جداً عن المياه الجوفية بالعراق. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور شاهدنا هذا التقرير للبنك الدولي قال عندنا 35 مليار حاليا. احنا حقيقة تصريح بالأرقام شوية يكون صعب. المياه الجوفية هي السبب؟
السبب يعني حتى ما يثير خلينا نقول الرعب عند المواطن مثلا، او نعطي ارقام بعدين يمكن ان يحاسبنا عليها. المياه الجوفيه بشكل عام نص هذا الرقم عندنا صعب حط الرقم بس حاليا يعني هاي السنوات خوفتنا لا 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 مو خوفتك لا 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 بالعكس الرقم ان شاء الله زين، بس اداره المياه الجوفيه صعب لانه حاليا يعني الموضوع هو مثل ما نسميه احنا انفيزبل، هو غير مرئي حركة المياه الجوفية. ماكو تقنيات نقدر نعرف. لا لا طبعا يعني هذا الموضوع يراد لموديلات رياضية، احنا بدينا نشتغل على مناطق طبعا موديلات وحسبنا الخزين بيها، بس اللي اقدر اقوله انه حاليا السحب اكثر من اللي يجينا سنويا، اكو تغذية سنوية عندنا تجينا واللي حاليا تقريبا صار سنتين السحب اكثر من واردات المياه، اكثر من واردات السحب، لذلك صار عندنا انخفاض في مناسيب المياه الجوفيه في بعض المناطق وصل 18 متر. من اكثر محافظه تستخدم بها المياه الجوفيه؟ هي احنا منك مش سالفه اهلنا سيف على الفلاح، بس الفلاح ما طوله يعني انه يستخدم تقنيات ري حديثه طبيعي ما عندنا مشكله، لانه مثلا المحافظه اللي ما تستخدم تقنيات ري حديثه هي راح تتاثر، بالتالي خزينها يمكن تصير هجره مستقبلا يعني تبدا تهجرها. في بعض المناطق هسه احنا عندنا مثلا صارت عندنا مشكله في باديه السماوه. بالضبط باديه السماوه مشكلتها في بعض المناطق هي يحفر كان 90 او 100 متر مثلا يوصل له مي يحصل انتاجيه مقبوله، نتيجه للسحب الجائر استخدام الري السيحي قام بدا يحفر 150، يعني استغل المكمن الاول خلص خلينا نقول نضب المكمن الاول نزل على المكمن. طبعا احنا نعطي موافقات ماكو مو المشكله هنا، المشكله هو مدى يغادر هاي الفكره انه فكره انه المياه الجوفيه ما ممكن استدامتها بهالطريقه هاي. ما ممكن المحافظه عليها بهالطريقه، يعني اليد الوحده ما تصفق. صحيح انا اوفر لك مي بس بنفس الوقت حافظ لي على هذا المي حتى اقدر مكان ما انطيك اياه 50 سنة أنطيك 100 سنة. نعم دكتور، يعني مثل أكو طلبات مثلا مثل ما بداية الحلقة أنه مثل مربي الأسماك يا بذا مي ماكو خلي نربي بالمياه الجوفية، هذا شيء مستحيل. هذا هم صار عندنا، لا إحنا عندنا ما يقارب كل شوية عندنا يعني بحيرات مسجلة على المياه الجوفية بس تجاوزا، يعني آخر موافقة كانت على المياه الجوفية الصورة 2018، البقية كلها صارت متجاوزة. فحاليا بدينا يعني مع الوزير انطى فرصة لغاية يمكن 31/12 على المياه الجوفية، بس حاليا يعني ردمنا ما يقارب لحد البارحة الصور وصل رقم 291 بحيرة ردمناها. نعم. على المياه كيف اليوم مياه جوفية نقدر نربي بها مثلا الأسماك؟ في بعض المناطق ممكن، في مناطق يعني النجف، مناطق كربلاء، في مناطق بعض مناطق السماوة، مناطق غرب العراق، غرب وبعض مناطق صلاح الدين وكركوك، المياه هناك يعني جيده، نوعيتها جيده، ما بها كبريتات عاليه، ما بها نترات عاليه. دائما يعني يقولون لا يعني مثلا المعترضين على سياستكم بالمحافظه على المياه الجوفيه بهذه الصوره يقول لك عندنا دول مثلا الاردن، الاردن لا بها نهر لا هاي تستخدم المياه الجوفيه. بس قول لي الموافقه مال البئر شلون تطلع بالاردن؟ احنا مطلعين بالمناسبه على الحوكمه زراعتهم كلها على اي، بس حوكمه اللي احنا طلعنا على هواي تجارب منها البحرين منها الصور الاردن، هم عندنا نظام الحوكمه عندهم موافقه البئر كل الصعب وعداد منصوب على البئر. هسه احنا اي فلاح تقول له انصب عداد ما يوافق، احنا المياه عندنا فري بالعراق. صحيح صحيح اي وذات كوست يعني بدون كلفه، فلذلك يمكن يعني مو معناه دا طالبه بكلفه انا طبعا ما اول تصريح. نعم نعم بس كل شيء رخيص ينهدر باسرع وقت للاسف. بس اللي اطمن يعني التطمينات اللي نقدر نحملها للمستوى المزارعين كذا، احنا نحاول انه نزيد فتره الاستدامه ان شاء الله، يعني مو بخطر، احنا ما وصلنا مرحله الخطر على المياه الجوفيه، بس عندنا انخفاض واسع في معظم مناطق العراق لانه التغذيه ضعيفه. تدري انت مصدر المياه الجوفيه هي المياه السطحيه، الامطار والوديان. نعم. تجرب الوديان وكذا غيرها، بس حاليا السحب مالتنا يعني اخر دراسه وصلنا لها السحب مالتنا ب 2022 وصلنا 2.5 مليار متر مكعب سحب مياه جوفيه. مشكله طبعا. نعم. واي هذا الرقم احنا لازم نجيب سنويا كمعدل مليار، يعني بقد اللي يجي مليار طبعا مليار. احنا مثلا حسب الدراسه الاستراتيجيه لغايه 2035 اللي وصلنا للصحراء نعم ما يقارب مليار او 925 مليون متر مكعب. هذا السحب حاليا يعني عبرناه بهواي، انتوا تحاولون ان متوازن معه؟ حاول نوازن بس صعب، كل الصعب. والسبب اليوم ليش ما اجبر الشخص اللي يستخدم طرق ري قديمه؟
الجبران انه امنع علي البير اللي تستخدم الطرق غير الحديد. يعني لازم توفر له، لازم تصير مبادرات وطنيه في توفير المرشات كذا. المرشه حاليا يعني يمكن اسعارها مو رخيصه. صحيح، بس يعني اكو مبادره على البنك المركزي. هو بالضبط، هو احنا من هاي العام المياه الجوفيه ندعم هيك مبادرات، وان شاء الله الفلاحين كلهم يصير عندهم مرشات ان شاء الله. لانه يعني مثلا احنا حسب مقاييسنا، مثلا البئر الواحد اللي ينطي مثلا 20 لتر بالثانيه، ممكن بمرشه واحده انا اسقي على 20 لتر بالثانيه انا اسقي 120 الى 130 دونم اكمل ويكفيني كلش، في حين نفس المساحه بالضبط انا اشغل بير لمده 5 ايام او 6 ايام متواصله حتى اسقي، بينما هناك اشغل 8 ساعات باليوم واخلص منه. اشغل 8 ساعات احصل ري، بينما على الري السيحي انا يمكن 5-6 ايام يلا اسقي 200 او 120 دونم، جهد ومال وتعب وهدر بالمياه. طبعا احبه المشاهدين، بما انه اليوم موضوعنا على المياه الجوفيه، اكيد لازم نلقي نظره اليوم على اهم المشاريع الزراعيه المعتمدة على المياه الجوفية وتستخدمها بطرق اليوم ما تهدر بيها بشكل كبير جدا. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور، يعني العتبات دائما عملها في الصحراء اللي تحولت الصحراء من منظر كئيب إلى واحة خضراء مثل ما شاهدنا هذا في صحراء كربلاء المقدسة، طريقة استخدامهم اليوم نقدر نعتبر انه العتبات هي المثل انه لازم العالم تطبق طريقة استخدامهم؟ هو هذا شفناه واقع حال احنا. نعم. كل المنطقة اللي تطب لها العتبات ورا فترة نلقى مدائرها كلها تطبق نفس التجربة. ممتاز. كلها يعني. نعم. انا رايح المشاريع هواي، من ضمنها مشروع الساقي اللي هذا مشروع المياه البديلة. نعم. اللي في حالة صارت بفترة احداث داعش انه في حال انه تأثرت كربلاء، فنقدر نوفر من خلال 52 بير حفرناها نوفر مياه بديلة لمدينة كربلاء. ممتاز. بكمية محددة. نعم. طبعاً، وهاي إن شاء الله هسه بدينا ندرسها ونعممها على يمكن 5 أو 6 محافظات، من ضمنها يمكن محافظة ميسان، الكوت أيضاً بدنا ندرسها، السماوة المثنى بدنا ندرس هاي الحالة. نعم. بس المشكلة إنه مرات تواجهك مشاكل أراضي أو تواجهك يعني عقبات النقل للمياه. صحيح. كربلاء بشكل عام انا شفت المشاريع اللي مشروع الساقي او مشروع فدك تابع العتبه الحسينيه، شفنا مشروع المعلى والعوالي، حقيقه المشاريع كلها ناجحه ومبهره يعني. هسه جنابكم اذا سووا في يوم زياره لمشروع الساقي انا احلهم عندهم بساتين مال النخيل سووها. صحيح. فتشي هذا مو لا. هذا مو تسويق لهم اكيد، لا هم ما يحتاجون يعني تسويق. اكيد بالضبط. اريد اعرف موضوع انه طريقه موضوع البئر، يعني هم يحفروا له انتم تجون بالتعاون؟ حاليا يعني انا هسه مواطن اريد احفر بئر، حاليا صارت موضوع الحوكمه والاتمته انه انا اجي اقدم عن طريق منصه طبقتها الوزاره، منصه اور، ماكو داعي اراجع، اجي اقدم ارفعها عن طريق البريد مالتي او التليفون عن طريق منصه اور، اقدم طلب حفر بئر. شرط طلب حفر البئر. نعم. طبعا هاي بشكل عام العتبات كلها عن طريقنا تحفر، يعني كل آبارهم تجي عن طريق نتقدم طلب عن طريق فرعنا في كربلاء أو في النجف أو في السماوة، ممكن حتى بالكوت عندهم أراضي. نعم. تقدم طلب وتجي يعني طلب رسمي يصير، نطلع كشف نشيك البير نسوي الاستمارة وينحفر لهم البير طبعا وفق كلف معينة. نعم. تدري هسه احنا حاليا هيئتنا دعما للفلاح ودعما لكل القطاعات صار عندنا حفر البير نص السعر. ايش قد صار؟ ايش قد يعني كان المتر تقريبا 60,000 و50,000، حاليا 25,000 وحتى يوصل 17,000-18,000 حفر المتر الواحد. طبعا تضاف لتكاليف اكيد انابيب، تكاليف حصى، تكاليف اسمنت، هاي كلها تندرج، اما انه الجهه المستفيده تجهزنا اياها وبالتالي يعني احنا بس نحفر البير وننفذ او انتو او احنا ننفذهن وفق كلف معينه يصير الاتفاق تسدد للدوله بصك معين. فقلت لك حاليا انه يجي الفلاح يقدم على حفر البير شرط ان تكون الارض باسمه عقد رسمي. نعم. يمتلك الحصه المائيه، لازم عنده موافقة حصة مائية. نعم. ما يصير نحفر بئر بدون حصة مائية، يعني أنا عندي أرض أوكي العقد باسمي بس ما ماخذ موافقة حصة مائية فما ينحفر للبئر. هاي الحصة المائية مو وزارة الزراعة، من وزارة الموارد. من الموارد المائية. نعم. حصرا من الهيئة العامة للمياه الجوفية. نعم. إذا كانت المساحة أقل من 500 دونم صلاحيات مدير عام يوافق. أها لازم هذه إيه. المساحة. إذا أكثر من 500 دونم لا صلاحيات الوزارة. توافق يرفع الأكولوجنة بالوزارة بقسمة التخطيط. وبإشراف الصور السيد الوكيل الفني أو الإداري. نعم. ما أعرف بالضبط. نعم. أي يوافقون على هاي المساحات. إذا كان استثمار يعامل شكل، وإذا كان زراعي يعامل شكل. الاستثمار أكثر. الاستثمار عادة يعني دراسة جدوى ويشوفون مشاريع كأنهم مش قد يلا يعني تدرس دراسة. رأيك بالاستثمارات المتجهة إلى الصحراء؟
حاليا يعني الواقع الحال كلها ناجحة. يعني تشجع على جيد لحد الان ما شفنا مشروع يعني طبعا المنفذه ما لها علاقه بالماء منفذ اكيد اي ضمن اللي نفذا حاليا كلها زي. طبعا بالمناسبه الصحراء يعني من نقول مرات تسمع المواطن مثلا مليون دونم بالصحراء او 500 الف دونم بالصحراء. صحرانا حجريه اغلبيتها صحيح فعباره عن فيضات. يعني انا يعني مثلا اقول اخذت 10000 دونم بالصحراء، اذا حصل لي 1000 1500 دونم فعلي اقدر ازرعها فانا محظوظ. يعني في احد المستثمرين رحنا الاراضي يعني احنا بالمناسبه نفرض على كل مستثمر حفر بئر مراقبه نراقب به مناسيب المياه الجوفيه، لانه احنا عندنا شبكه ابار مراقبه وصلت 162 بئر عموم العراق. هاي الابار مهمتها مراقبه المناسيب، منصوب عليها اجهزه تراقب المنسوب، تقيس يوميه الساعه بالثنتين بالليل المنسوب، على اساسا نبدا نحدد ايش صار عندنا هبوط. فهمتك. سنوي يعني مهمه جدا طبعا. نعم. يعني حاليا يعني توفر مي في كفه واداره هذا المي في كفه ثانيه. حاليا مشكلتنا يعني الاساسيه انه شلون نقدر ندير المي بالمستوى اللي ممكن نديم يعني نخون نزيد فتره الاستدامه للمستفيد، لان ما معقول انطي ارض مثلا خلينا نقول فد 5000 دونم لاي مستثمر وانا 5 سنوات المي خلص او ما اقدر اوفر الاستدامه، زين هذا ذاب له كذا مليون دولار او كذا مليار دينار عراقي، فهذا ضرر. نعم. هذا يرجع بعدين يعني انه مشروعه فشل وبالتالي احنا سبب في فشله. فبالتالي احنا مش يعني مهمتنا الاساسيه انه ضمان الاستدامه للمستثمر او الفلاح. نعم طبعا. نعم. احبه المشاهدين عندنا ايضا مشروع اخر، والجميل انه قناه الايام وكاميرا الايام وبرنامج رقص السواد زار هذا المكان في باديه السماوه لمشروع المهندس حقيقه اللي حقق نجاح كبير جدا، وايضا اعتمد على المياه الجوفيه وحقيقه بطرق ري حديثه وعالميه. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. التحدي الصحراء بشكل عام يسموها الزراعه تحدي بها، ليش؟ لكثره تضاريسها واختلاف الارض وكثره الصخور. يعني اضرب لك مثل، الصخور الموجوده لكبر حجمها نستخدم حفارات تقلع الاحجار، وعندنا بلدوزرات يلا الزيحه، البلدوزرات ما تزيح الاحجار بدون ما نقلعها بواسطه الحفارات، ونجيب الشفلات ونجيب الجريدرات ونجيب عندنا لامومات مال حجر، وان شاء الله اذا تروح تشوف تقول هاي كانه صاله فد 4-5 سنوات مزروعه وهي السنه، بينما الارض كل ما تتقادم بالزمن كل ما تكون انتاجيه اكثر. نعم. استاذ كريم، عانيتوا موضوع المياه؟ يعني اليوم انتم اعتمادكم كله على المياه الجوفيه، عانيتوا بموضوع جودة المياه مثلا؟ والله بالنسبة للصحراء بشكل عام هناك معاناة بالمياه، وهي أهم ما يوجد بالصحراء أنه توفير الماء، وأول ما نبدي بأول خطوة هو دراسة المياه. الحمد لله المياه الموجودة في بادية السماوة تمتاز بقلة الملوحة قلة الكبريت، ولذلك احنا استمرنا بعملنا. الآن عندنا 100 مرشة منصوبة بحدود 5000 دونم مزروعة تحت المرشات بمحصول الحنطة، وعندنا زراعة ديمية بحدود 40-50 ألف دونم مزروعة زراعة ديمية، والحمد لله يعني صح مو دون المستوى لقلة الأمطار، ولكن نلاحظ أنه كبادرة وكبداية أنه نحو الأحسن. توقعون أن تكون أنه بادية السماء مستقبل المنطقة مهمة للعراق وللاقتصاد العراقي؟ ستكون الصحراء الأولى بالعراق بل بالشرق الأوسط النواحة خضراء، لما في نية الناس أهل أصحاب الشأن في تأسيس مشاريع. مثلا عندنا تأسيس مشروع المختبر الزراعة النسيجية للنخيل، هذا لأول مرة بالعراق. صح موجود مختبرات ولكن بمستوى يعني بوساعة بسيط يعني، لكن هذا الآن مختبر استعانينا بخبرات أجنبية، والآن راح نبدي إن شاء الله من شهرين تشوف راح تجي أي دعم العراق. رجعنا وياكم محبة المشاهدين. أنت أيضا زائر هذا المشروع؟ أي طبعا، مشروع المهندس. شو استخراج الماء المياه فيه صعوبة؟ هنا يعني أول ما بدينا جتنا الطلبات على حصة مائية، حقيقة المنطقة حافرين بها آبار، بس آبار يمكن من الثمانينات أو التسعينات محفورة. تدري يعني إحنا وين ما تجينا طلب أو فلاح يريده وكذا نطلع نحفر آبار.
فمن اجانا طلب حصه مائيه قلنا لهم حقيقه احنا ما حافرين هنا ابار، او من زمان ما حافرين ابار. نعم. او تاركين الموضوع. فحفرنا 5 آبار تجريبيه. انا وقتها كنت رئيس قسم الدراسات، فطلعنا على هاي الابار، حددنا مواقعها، وهم الاخوه موجودين كانوا من يعني الدكتور. يعني باي مكان تحدد له لازم اكو دراسات؟ لا لا لا، هو احنا عندنا حقيقه عندنا انصح احنا بلوكات هاي خلينا نقول بالسبعينات والثمانينات دارسيها، ومحفوره كيهولات اللي هي يعني ابار مفتاحيه للمنطقه. هاي الكيهول عندنا يعني خلينا نقول كل منطقه في الكيهول هذا موجود التتابع الطباقي مال الطبقات الصخريه، بس كانت تدري المياه وفيره، فالانتاجيات الاملاح غير شكل عن هسه. يعني ممكن بير بالثمانينات كانت جزء انتاجيته في 20 لتر، جزء حاليا ضعف المناسيب وقله صحيح. قلت. فحفرنا 5 آبار، حفرنا اعتقد 3 آبار بالكيلو 45 حددنا، واثنين بالكيلو 90. حفرنا الاعماق من 250 الى 350 متر، بعدين يمكن رجعنا عمقناهم. بالبدايه ما انطلنا انتاجيات، طبعا بالبدايه كانوا هم يعني حافرينهم بشمبير، هم يعني مجربين بس ما ناجح عندهم. جوده الأبار. المياه شلون؟ جيده. هناك الاملاح ما يقارب من 1500 الى 2000 جزء بالمليون. صالح للشرب؟ صالح مو للشرب. للزراعه. للزراعه. نعم. بشكل عام. شرب جيد الصالح لازم. حسب المقاييس العالميه 1000. بس ماكو يعني محددات، يعني كالسيوم هالقد، صوديوم هالقد، كذا معادن يعني. بالمياه الجوفيه لا، مرات عندنا الكبريت عالي. في مناطق القريبه على المناطق الحضريه، يعني هسه مناطق السهل الرسوب احنا ما نشجع بها حتى للزراعه، لانه كلش قبل مثل الباديه قبل 100 سنه هاي المناطق شلون كانوا يشربون؟ استاذ انا مشتغل مشروع الانبار 3 سنوات 4 اشرب مي البير عادي، ما قايس من وحده قد اصلا. نعم. يعني مناطق اشتغلت بال 2006 و7 في مناطق الكسره، الهباريه، النخب، كنت انا جيولوجي حقلي يعني مو يعني خلينا نقول مو اداري. بال 2006 هناك اشتغلت. اشتغلت هناك والله. الله يسعدك. سايت انجينير. حمزين اشوفك. الحمد لله. كنا نشرب مي البير عادي، ما فكرنا في يوم ايش قد الاملاح حقيقه. نشرب حلو طيب نشرب. يعني جت فتره يعني خاصه بايام الحرب بال 2003 في المناطق السكنيه في بغداد اكو ناس حفرت بالحدائق. اي الاغراض. جوده اكيد سيئه. كل السيئه. بشكل عام احنا يعني اذا نقسم المياه الجوفيه بالعراق تقسم على اساس تقسيم فيزيوغرافي، يعني المنطقه الجبليه واحد مياهها تفرق، ومنطقه المتموجه هاي دراسه جغرافيه احنا. نعم. منطقه الصحراء ومنطقه السهل الرسوبي. السهل الرسوبي بشكل عام منطقه السهل الرسوبي هي أسوأ مياه جوفيه موجوده. مو يمر بها النهرين؟ ليش أسوأ؟ لا هي طبيعه يعني تكوين الارض هو مالح، يعني هي اصلا الترسبات يعني خلينا نقول قبل هي كانت حوض وتبخر عالي، فتتركز بها الصبخ والاملاح. هاي من جانب انه الاملاح يعني. نعم. يمكن نحفر 10-12 متر في بغداد، يمكن 24 متر الى 36 متر يوصل الاعماق في بعض الاحيان، بس المين مالتها المتوسط هو 24 متر. المي تطلع يعني جزء ذو مقبوليه 3000 4000 5000 الاملاح. نعم. طبعا احنا لحد ال 5000 نعتبرها مقبوله المياه. اها. لحد ال 5000. نعم. بس مشكله السهل الرسوبي انه انا ما اقدر ازرع بمياه 5000، والسبب انه التربه طينيه. في الصحراء التربه رمليه ممكن. بالامكان، وانا مختص زراعه أكيد. بس من خلال الممارسه المعلومات اللي واصلتنا. بينما هسه مثلا بالبصره، لانه يعني هناك التكوين طبعا يفرق، كلها رمال، يزرعون بالتقدير الاملاح حتى توصل 12000 10000 9000 يزرع به. السبب انه اول شيء التربه يترشح الاملاح، يعني يترشح المي ويبقى بس يستفاد النبات من الجزء اللي ياخذ المي اللي يمكن يستفاد من عده. بنفس الوقت انه هو يزرع موسم صغير وسنه يزرع جزء من ارضه، نوعيه النبات اللي تتحمل هذا المي. نعم دكتور. ايضا اريد اسالك سؤال. اليوم مثلا شاهد وزاره الموارد المائيه وهيئتكم الموقره الله يسلمك انه دائما مثلا تقول حفرنا ابار للنفع العام. النفع العام شنو هي معنى النفع العام؟ ما حد الزراعه. النفع العام هي ابار تحفرها. وكيف تحدد انه هاي هنا لازم نحتاج بير؟ ابار النفع العام بشكل عام تحدد حسب طلبات الحكومات المحليه. نعم. انه انا اجي حاليا مو قريه اريد بير، اجي اروح المدير الناحيه او المختار او كذا يرفع هذا الطلب عن الى يوصل للمحافظه. نعم. فاحنا سنويا ضمن خطتنا، خطه النفع العام نصح لها، نعمم على المحافظات، قولوا لنا شنو احتياجاتكم من الابار. نعم. حددنا مثلا خلينا نقول محافظه دوائركم تعطيكم دوائرنا. نعم. احنا مقر الهيئه نعمم للفروع مالتنا، احنا عندنا يعني 10 فروع بالمحافظات.
نقول لهم يابا اتصلوا لنا بالحكومات المحليه كتب رسميه ومخاطبات، نعم قولوا لنا احتياجكم من نعم الابار. مو كل محافظه عندكم فرع؟ لا لا، مثلا في كربلاء، كربلاء مسؤوله على وياها بابل، ها جميل، النجف يعني مسؤوله على الديوانيه، بصره نعم مسؤوله على العفو ذيقار، ذيقار ذيقار نعم. المثنى وحدها، هي وحدها رد لها فرعين كبيره الانبار ايضا كذلك نعم. وحدها فرع كركوك، وحده فرع بصره كذا، بس سهل الرسوب شويه، مو كل شركه ما نعتمد على هذا الموضوع. لانه ابار ضحله نعم. فتجي الطلبات انه يابا مثلا محافظه خلينا نقول بغداد محتاجه 30 بير او 40 بير او 50 بير حسب الاحتياج، نطلع كشوفات عليهم، ذن كلهن نكشفهن المواقع، تصير استمارات كشف مشترك ويا الدوائر المعنيه، اذا من الطالب الاساله دارت الاساله بالكشف، مديريه الموارد المائيه بالكشف، واحد من الحكومه المحليه، الزراعه، كلهم يوقعون على الكشف المشترك اللي راح يصير بالاستماره. ترفع حائط قسم يوافق شروط النفع العام، انه تجمع سكاني، طبعا عندنا شروط انه نعم. لازم عدد سكان هالقد، بيوت هالقد، مثلا هالقد اغنام او مواشي، يعني حسب معلومات كامله، معلومات كامله، توافق شروط النفع العام، ترفع الاستماره، تصادق عليها من الهيئه ومباشر بالحفر. طبعا نصطدم مرات بالتخصيصات الماليه، اكيد اكيد موازنه وما موازنه هيك نعم. فاللي ما يوافق شروط النفع العام ما تسوي من حفره، واللي يوافق شروط النفع العام نوافق عليه. هاي خلال قد فتره تقريبا لما طلبهم يعني؟ يعني ايضا لا 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 طريق. مثلا 23 احنا كون بشهر ال 11 او 12 22 رايح المخاطبات. اها اكو اي اشهر مناسبه لحفر الابار؟ لو لا لا اي وقت ننفذ احنا من 1/1 لواحد 3/12. بما انه ذكرنا موضوع الابار نفع العام، طبعا ايضا اكو فيديو من إعلام وزارة الموارد المائية لآلية حفر الآبار العامة في محافظة ديالى، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. يعني اليوم ديالى من المحافظات الأكثر اليوم تضررا بموضوع شح المياه، الله يساعدهم دائما حتى يخرجون من الخطة الزراعية. فأكيد تركيزكم منصب اليوم على المحافظات الأكثر تضررا. احنا يعني مثل ما ذكرنا اكو آبار نفع عام، آبار نفع خاص، لأن الشقين الأول في خلال هاي الأعوام الأخيرة ظهرت عندنا، أو مو ظهرت، إحنا يعني خلينا نقول الوزارة استحدثت باب جديدة، هي آبار الشحة. يعني أنا ما معقولة خطة مثلا محافظة ديالى 100 بير خلصت ال 100 بير، يعني الناس خوما يكتفي العطش لا. آبار الشحة هي آبار تنحفر لأغراض الشحة المائية، يعني تخصيصاتها واحد وتنفيذها واحد، معزل عن آبار النفع العام وخطة النفع العام. يعني يمكن بسنة 2022 حفرنا أعتقد الرقم 682 بئر نعم شحة مائية باستثناء الخطة السنوية. إحنا خطتنا السنوية ما يقارب 1000 بئر نعم نفع خاص وعام، تقريبا 700 نفع عام ينحفرن، 300 يعني بلس ماينس، هي تدري بس من يعني العدد الكلي هو 1000، مرات نزيد نفع الخاص على العام. آبار الشحة تقريبا وازت العدد حاليا لحد الان، الموازنه تاخرت، فاذا انطلقت الموازنه وكذا هم اكو ابار شحه، مو بس ديالى المتضرره بالمناسبه، المتضرره عندنا محافظه القادسيه او الديوانيه كلش نعم. متضرره من الشحه المائيه، حفرنا لهم العام ما يقارب ما اعرف يمكن 90 او 80 بير او اكثر، ما اعرف الارقام بالضبط، والمحافظه ذيقار، لان كلش متضررات من الشحه المائيه. نعم مو معناه ما ننفذ ابار، يعني في باب نفذنا مجموعه ابار، بس اكو محافظات وطأت الجفاف عندهم اكثر. نعم دكتور، تظهر تقارير اجنبيه، طبعا هو هذا اخر محور وصلنا له، تقارير اجنبيه ان العراق هو اكبر بلد بالموارد بالمياه الجوفيه، شايف اكو فيديو انتشر؟ يعني ما شايف هيك فيديو، بس خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع. اوكي احبه المشاهدين، عندنا فيديو مهم، خلينا نشاهده ونرجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. دكتور الكلام حقيقي، اكو نفي صار من وزارة الموارد المائية لما كان الأستاذ عون دياب المستشار في وزارة الموارد المائية والمتحدث الرسمي، قال لا الأرقام المتحدث بها خاطئة، يعني خاطئ ومبالغة بها. شنو موضوع العالم الفرنسي؟ السيد ألنقاش يعني مشتغل وياه في المشروع عشري واحد اللي هو اشتغلنا بكردستان وياهم، واشتغلنا بأشر اثنين اللي هو الدراسة المسح الهيدروجيولوجي المتقدم، صار فيزين فيز اول فيز ثاني اشتغلنا وياه، وعده تقنيات حقيقه يعني ما قدرنا نتوصل بها النتائج، جل احترامي له، بس اراء مو صحيحه مو دقيقه 100%، لان الدراسه الاستراتيجيه جت بعدين حدثت هاي الارقام وحدثت تقسيم العراق الى اكثر من نطاق،
اللي هو يعني حسب الخزانات المياه الجوفية، بس الأرقام تحدث بها إطلاقا مبالغ بها كلش. أما موضوع يعني فالق أبو جير والصحراء الغربية المي بيها والسهل الرسوبي بمي، السهل الرسوبي أخي يعني إحنا متفقين بمي كلش هواية، بس مو جيد. بس شو أسوي بيه أنا مي هواية؟ مي البحر هم مي هواية، بس ما ممكن الاستفادة، ما ممكن مو الاستفادة عدل للزراعة. فالسهل الرسوبي مي فعلا هواية مثل ما يقول التقارير اللي قالت. نعم. بس ما ممكن الاعتماد إلا بحال نصب محطات تحلية. نعم دكتور أمير، سؤالنا الأخير، العراق متجه لتحلية مياه البحر والمياه السهل الرسوبي، الأفضل شلون نقول الأسهل تحلية المياه البحر لو المياه الجوفية في السهل الرسوبي؟ يعني اثنينات نفس التقنية، نفس التقنية طبعا. كل التحية إليك دكتور أمير جواد كاظم المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمياه الجوفية. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي حقيقة فدت بها برنامج أرض السواد، وممكن كانت خافية على المشاهد، يعني ما تعرف تضارب الأقاويل والأرقام، ماكو شيء رسمي، ولكن اليوم حقيقة كانت معلومات جميلة جدا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. طبعا أحبتي المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا هذا اليوم اللي خصصناها حول موضوع المياه الجوفية، وعرفنا معلومات كثيرة وكبيرة عنها. إن شاء الله مستقبلا ما نحتاج المياه الجوفية بهذا الشكل الكبير. نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.